كرة قدم ولا والو؟ بيان سور نتبع يا اخويا. واش تحب السبورتي؟ والله انا قلت لك انا سبورتي دورتموند، بوروسيا دورتموند. لا لا، فيك بين البارسا والريال. البارسا باينه. ضدي. انت الريال في الدم في الدم. من حقك يا اخويا، صح من حقك. وين بلاصة أمير هذه؟ هذه وشنو الالمان وين بلاصه؟ لبالي الألمان وين بلاصة؟ لا هذه من جهه فرانكفورت خويا. إيه ربي يبارك. ايه جهه فرانكفورت صح. شوف لايف جو تاع مطرة عندكم؟ جو تاع مطرة. احنا ما تحبسش الشتاء سوين الصيف ولا في الشتاء كيف كيف. ربي يبارك ما شاء الله. علاش راهي خضرة هذه؟ انت هذه لا غازون ولا هذه شغل اوريجينال طبيعي. أمير تبان جان وما عرف قيش عمرك. شحال تعطيني انت في رايك؟ 28 30 ايوه 30. انا راك جبتها بالضبط ولا ما سمعتش كمير؟ جبتها بالضبط قلت لك 30. 30 اه ربي يبارك. انت اجب عضانا. انت تاني؟ انا ثاني زيد في 94. الله يبارك. اسمع انا كيف كيف والله يا امير، دو نحقق حلمي نخرج من البلاد هذه. ايه والله يا اخي انا فاهمك، كما انا ما كنت بنفس الحلم تاعك هذا، نفس الحكايه. والله ما نكذبش عليك، مانيش بشرط هذه المانيا، فرنسا دبر راسها. انا فاهمك، المهم كشغل تخرج من تما. وراك خدام ان شاء الله؟ كنحب ربي. بيان سور. وكيفاش مالا كان ماشي خدام؟ شحال عندي وانا هنا؟ ولا من وين تاكل وتشرب وتعيش؟ ربي يبارك، ربي يعاونك ان شاء الله، وربي يفرحك وربي يطيحك بنت حلال ان شاء الله. ان شاء الله يا اخويا، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ايه الا كان زاد التعب هذا كامل تحوس تحي على روحك. الا زاد التعب هذا كامل وزدنا طحنا في بنت الحرام، يسمى الواحد ينتحر وصاي. نزل الجري هذا كامل ان شاء الله. ربي يطيحك بنت، ان شاء الله ربي يطيحك بنت حلال ان شاء الله. الله يا ربي. امير انا عندي اليوم الفيتر، انا اليوم الفيتر عندي. الله يبارك. الفوتبول يا اخو. الجوار ديال الجوار تاع الحومة. ورينا الجوار تاع الحومة. ربي يبارك. جوار الجوار تاع الحومة. السلام عليكم. الله يبارك. وعليكم السلام. ناس المانيا. الله يبارك. بارك فيك خويا. وجدرنا التمر خويا برك. وجدرنا شوية دقلة. ولا فهمتك امير؟ قلت لك قول له جبرنا برك شويه الدقله. تمر معدومه مزال، ما بقاش 20 يوم زينه. على بالي 20 يوم ولا ان شاء الله هكذا. ان شاء الله ربي ان شاء الله يطلع البركه برك ان شاء الله. امير انا درت لك ابوني وما عرفتش خير ان شاء الله. يلا خويا العزيز ان شاء الله نكونوا عندك ليه ان شاء الله كل يوم. يلا يا اخي افتح لنا الباب شيخ. ان شاء الله ربي يسهل على كل واحد. بون ربي يبارك. ديروا في السبور. ربي يبارك يا هكذا باش يجيو يديروا سبور بالفيلو. انا ما جيتش بالفيلو على خاطرش بالفيلو ما نقدرش، يعني ندير لايف ونسوق ولا ما نقدرش. او امير احنا امير احنا بزرع امير ها احنا بزرع باش خدموا لنا اصطاد بالتحلال. بزرع هم يلعبوا ليجان. الامور هذه هنا ما لا غير بزرع امير بزرع. ايوا واش راه دير؟ ربي يبارك الخضوريه الجو الامطار، احنا عندنا السخانه شيلي كما قال الشيخ. الله يا بلا يا تخير. الله يا خير. بالك البلاصه اللي تلقاها عندها كلش، اللي ما عندهاش ما عندهاش كلش. يا ويلا غير. ان شاء الله ان شاء الله امير ربي يحقق لنا احلامنا ان شاء الله. الصلاه تبارك الواحد، الصلاه هي كلش، الصلاه اهم من كل شيء. بيان سور. ما محسوب كي تجي لهنا الالمان ما رايح ما تصليش ولا رايحين يمنعوك تصلي. اذا تسحب هنا دوك ارواح وبدا صلي ما يحوز عليك حتى واحد. صح ولا غير صح؟ امير انا اكفر بالصنعه هذه. شي هي تلقى واحد صاحبك حبيبك
قلت لك كاينه صانعة نكفر بها، تا قال لك مثال صاحبك حبيبك هكا. باكم السبان باكم السبان. قلت لك كاين واحد حبيبك هكا فهمتني. هاي شفت كيف يلعبوا البال، يلعبوا البال ويطيحوا. شفت هاي انا جامي شفت هنا يلعبوا البال ويطيحوا. لا جامي سبحان الله. لا لا هذا غادي يقول لك، حنا نقول لك حنا الامه اللي كيفاش رايح تطور. انت ما في، انت في وسط الناس كما هكاك تسبوا ولا جامي صراتها. واش معناها يطيح يخسروا الكلام يهضروا كلام العيب فهمتي دوكا يطيحوا القدر يعني القدر بيناتهم. هاي ضربه هذا يقول لك علاش حنا ما تطورناش. انتما راكم في هادو غير لي جوار برك راهم 11 11 22 بخلاف متفرجين، ولا نقولوا راهم 50 ولا السيد يطلقها هكذا عادي. الله يا ولدي خويا نسبة الضرائب، ضرائب الطلب او سبيل دونغ. انت اصلا لايك من عندك ما ديتوش، مازال ما طلعتليش انا. ايماجين هاي تخيلوا خالص نسبة الضرائب قلت لك صفر. هلو انا جاوبتو قلت له كاين واحد 50 اورو هذاك تاع التامين الصحي، هذا ما كان، ما كانش ضرائب فيها. كيفاش اوس بيلدون انت ديجا تدي 1100 كيفاش رايح تدي يديروا لك الضرائب؟ اي والله يا اخي غير عيب، والله غير عيب. والله عاد شوف صدقني يا الله يا خاوتي صدقوني يا هادو الامور غير ما تشوفها في بلاد. انا يا راني هنا جامي شفت الماني طيح ولا رفع الكلام ولا يعني هضره عيب. خلينا الناس اللي ما يفهموش، اسمع مثال الماني هضره عيب ولا مثال طيح في مجمع ولا مثال يدير يسب في مجمع ولا حتى ولو كان وحده ولا والو. خوتي انا هذه ما فهمتش، احنا علاش رانا هكذا؟ والله واحد يا خوتي واحد يطلع يفهمني علاش هذا هو. انا هذا الشيء مازال ما فهمتوش. الو سمعت رضا رضا والله تحير تلقاها. انا باك ما تخش في الراس هنايا باش مثال تكونوا هكذا في مجمع ولا مثال رايحين تلعبوا البالو ولا واحد يهضر العيب على بالك بلي شغل حاجه كبيره كاع ما يقدر ما يلعبوش ماتش كامل يروحوا يروحوا سي بون. سماك شغل راك خصيبو، سما راك انسان ما بقاتش فيها شغل لعبه ولا صاي، سما منحط شغل المستوى منحط خلاص. هذه يعني كتعقيب برك ما ضربه ما شفتش تخرج من يماك تقضوا ويبداو يخسروا. اي هو هادو الناس اللي يخسروا دوكا ما عندهمش العائلات ما عندهمش ماهم ما عندهمش مثال باباهم جه نورمال يعني ما عندهمش هادو. بصح فما تشوف واحد يا موري هذيك راك انت تشوفها في الافلام برك، انا برا والاخر ما تلقاش يديروا الامور هذيك. يعني هنايا في المانيا انايا قادر نمشي مع لافامي تاعي وعلى بالي راسي مرفوع. مستحيل تشوف هذيك يا حبيبي رضا رضا، ما تهضرش على امور ما شفتهاش. تراك تبع الافلام تهضر كذا عن بالك اوروبا راهي كما في الافلام، كي تجي لهنا وتنصدم بالامر الواقع. تشوف المثليين كامل راهم تما. مستحيل تشوف هنا امور تخسر لك الجو ولا الاخر. روح ملل تماني روح له في الليل كيفاش تلقاهم واقفين في الاخر تماني في العاصمه. شوف كيفاش تلقاهم واقفين في العاصمه يستناو باش يديوهم ب 5000 ولا ما على باليش شحال. سمع دركا نجبدوا الجوهر تاع سمونتا بالك حنا ما على بالناش بهم. الخماج كامل راهو يدور تماني. كذبوا عليكم في الصحافه الشيخ، كذبوا عليكم ولوتوا لكم رواسيكم يا زعما بهذه واسمو زعما هذه تاع هنا انا يا شيخ ما تشوف حتى حاجه تعكر. انا هنا جامي شفت راجل مع راجل ولا ملي جيت
جان ولا مثال مرة هكذا وراجل في الشارع لا لا هما عندهم هذيك شغل حاجة هنا على بالك بلي انتردي انك تخرج بلا تريكو، انتردي مثال تخرج بلا تريكو ولا